مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الـ MTV. وبالبداية الكل من شغل بموضوع الدولار، لأنه للأسف البلد كله بيتسعر بالدولار والدفع باللبناني، وما في قطاع إلا ما عم بيعاني، من دكان صغير لسوبر ماركت لشركة لمولدات كهرباء لمحطات بنزين. الكل اليوم يعاني من انقطاع الدولار من البلد، باستثناء وجوده عند الصيارفة وبسعر يتخطى السعر الرسمي. ولليوم بعد ما صدر أي شيء رسمي، إلا سمعنا ببعض التوقيفات قبل مدعي العام المالي بعض الصيارفة يلي عم بيبيعوا الدولار بأسعار خيالية أو مش بالسعر الرسمي. ولكن المداولات اليومية يلي مع كل الناس بتصير اليوم، في أزمة، الناس بتشتري بالدولار بدها تبيع باللبناني وتقبض باللبناني وترجع تشتري البضاعة بالدولار، وتنلاقي هيدا الدولار المصارف ما عم تعطي إلا النادر، يعني الشيء يلي ما بيغطي، وبالتالي ما بعرف البلد كيف بده يستمر. كلنا لازم نضحي صحيح، وكلنا هيدا بلدنا وبهمنا سمعة بلدنا ومش مفلس البلد، هيدي النغمة صرنا نعرفها كلنا، ولكن الواقع شيء واللي عم بيصير شيء آخر، يلي المطلوب شيء آخر. بقى من هون ما في حدا، يعني اليوم والدات الكهرباء بيشتروا المازوت بالدولار، بدهم يقبضوا لبناني وبدهم كيف بدهم يشتروا، يعني كمان عندهم أزمة لأنه ما حدا عم يعطيهم. محطات المحروقات نفس الشيء، اليوم المسؤول الإعلامي طلع وقال لا مش صحيح، حيكون عنا إضراب بكرة وبعد بكرة، والناس خايفة، وبعدين بيصير في هجمة على المحطات ما بنعرف كيف. يعني ما في قطاع إلا مرتبط بقطاع، مفروض يكون في حسم من قبل الدولة اللبنانية، من قبل حاكم مصرف لبنان أو المعنيين، حتى شوي يرتاح السوق وحتى الناس تعرف كيف بدها تشتري وكيف بدها تتصرف، لأنه اللي عم بيصير مش ممكن يستمر. معلومة. بمعلومتنا لليوم، مديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أصدرت شعبة العلاقات العامة بلاغ بيقول رح تقوم شركة أوجيرو بأشغال على المسلك الشرقي لأوتوستراد جل الديب ابتداء من أمام مطعم البي تو بي، وصولا لجسر جل الديب من الساعة 11 من يوم الثلاثة بكرة لغاية انتهاء الأشغال، يعني من بكرة بالليل 11 ليلا لانتهاء الأشغال. ستنفذ هذه الأشغال على مسرب واحد فقط من المسلك المذكور، على أن تبقى الطريق سالكة أمام حركة السير. يرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم وبعلامات السير التوجيهية، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للإزدحام. أوجيرو عم بتركب الداتا، يعني الفايبر أوبتيك، ومن هيك اللي عم نشوفهم عم بيكونوا منظمين، يعني أنا لفتوني وقلت عال صرنا عم نشوف شيء منظم. ولكن على المواطن كمان يراعوا هالعمال يلي عم يشتغلوا، عمال الصيانة على الطريق، خصوصا رح تكون الأشغال بالليل، يعني 11 ليلا من ليل بكرة الثلاثة. من هيك توخي طبعا، والإرشادات إذا واحد كمل فيها بفتكر ما بيعلق بعجلة وبكون أخذ احتياطاته. متابعة. بمتابعتنا مع بدء طبعا العام الدراسي 2019-2020، في بعض المحطات على الطرقات خصوصا المستديرات او تقاطعات دائما نشهد عليها زحمه سير، ومن بينها تقاطع عين علاء. معي على الخط مباشره رئيس بلديه العطشانه جورج جبور، يعطيك العافيه. ميرسي، الله يعافيك. يعني عرفنا انه بيت مسك فتح، هلا فتح رسميا او لا، الناس عم تسلك عليه، ولكن هالتقاطع هيدا اللي هو تقاطع عين علق، مسؤوليه من، خصوصا عين علق ما في عندها بلديه، ولكن بدهم يجوا من العطشانه او بيت مسك او من بكفيا او من بيت شباب، يعني كله لينزل على خط بيروت اللي هو خط بكفيا. شو الاجراءات المتخذه حتى ما يصير في ضغط صباحا؟ هلا اليوم صار ضغط كثير صباحا، بتعرفي اول يوم مدارس، نعم، وكل يوم كل الناس بتوصل اولادها بسياراتها الخاصه مش بالاوتوكارات، نعم، صار في ضغط الصبح بين 7:30 و8:30 انحلت المشكله، والمقطر بكفيا نزل ورجعنا نحن على الطريق، طلعنا لبرا على العلق اللي هو خارج نطاق الضيعه، نعم،
ومشينا السير. من بكرة أخرين إجراءات جديدة كرمال العالم ما تعلق بالعجقة، ونتمنى أنه المتعهد يعني يقدر الدولة تتفاعله من سنين الأعمار تيخلص المداخل، وإذا بيخلصوها يعني المداخل صار تقريبا حفر خالصة بدأ تتفيد. نعم. بس يتخلص المدخل نهائيا بعتقد سيدي سكو أوتوستراد بشكل طبيعي. يعني بشكل طبيعي يعني. ما بيعود في خطر على الأوتوكارات يعني. الأوتوكارات والكاميونات والسيارات بتعرف في ضغط بعد العالم ما نزلت على بيروت يعني بعضهم تقريبا كلهم بشبال. نعم. ويوم تنين كان أول يوم ذروة. إن شاء الله بكرة بيكون كل شيء محلول. نعتذر من الناس على بالعجقة اليوم لأنه عجقة كانت خارج طاقتنا خارج منها. يعني ابتداء من اي بيروت رح يبعثونا بكره كمان شرطه للسير لانه بدهم اربع خمس عناصر على عندي خمس مفارق تقريبا على نفس النقطه 100% لانه في خمس مفارق وكل مفرق بيوصل لمحل. ويعني انا اليوم الاشخاص اللي علقت فيها من هيك اتصلت فيه قلت انا اكيد بلشت المدارس بلشنا هلا عرفت انه انت كنت جوا يعني داخل العطشانه عم بتمشي السير بس احنا على التقاطع قلت انا لا صار بدها تنور الناس كمان راي العام كيف بدهم يتصرفوا يعني عرفت كيف لا يعني مثل حدا من المخفر مثل عنصرين بعطنا عنصرين ونحلت مش يعني عاجة كان كلها ابو نص ساعه اللي سكروا على بعض العالم. نعم. برايك ريس اذا ما عندنا كثير عناصر ممكن ينوضع إشارة وتصير الناس على الإشارات أو مش مفكرين بالموضوع؟ هو أهم شيء يخلص التزفيت أنه إلى المدخل اللي عم تفوت عليه هذا مخرج مش مدخل. مدخل بيصير من فوق على الأوتوستراد بس. نعم. هم يخلص الشغل موعدين مجلس مدينة الأعمار يحلحل قصة المتعهدين ويدفع لهم ويكفوا الشغل إن شاء الله قريبا هالسنة يكون كل شيء خالص إن شاء الله قبل الشتاء تما نرجع نعلق بزحمة الشتاء والأشغال. شكرا لك رئيس بلدية العطشاني. إذا ابتداء من بكرة حيكون في إجراءات لتسهيل انسياب السيارات على هذا التقاطع اللي هن بالفعل أكثر من يعني خمس مفارق حتى كل إنسان يوصل مرتاح على شغله أو على مدرسته. منتابع الحل عنا وباخد اتصالاتكم على 04-444-444. ألو أهلا يعطيك العافية. أهلا معك علي أحمد النصر بعلول بقى الغربي. أهلا وسهلا أستاذ علي. حبيبتي أنا نحن عنا هون ببعلول في عنا كلاب شرد كثير عددها بالألاف. نعم. يعني صارت تشكل خطر على السلامة العامة وتخريب مزروعات وتوسخ قدام البيوت يعني يعني شيء ما بينحمل. نعم. لذلك بدنا يعني حدا يهتمنا بهالموضوع هذا. هيدي كلها كلاب شردة يعني مش معروف مين أصحابها ولا شيء. لا مش معروف مين أصحابها. في بلدية ببعلولة؟ عنا عنا بلدية لكن البلدية ما تجوت معنا أبدا. يعني اصطفل أنت أول سنة أنت سمم اصطفل منك ليون. لا لأنه ما في قرار بواسم ولا شيء. هناك شباب عم بيكون معنا. لا ما بيصير لأنه سنة الماضي وزارة الصحة عطت بعض التفاصيل بموضوع هذا وحتى ما يصير مثل ما صار بعنجر كمان لا بدها شوية تروي ونحن رح نشوف كيف منقدر مع البلديات نشوف كيف شو الطريقة. أهلا وسهلا فيك. يعني في متابعة لها؟ إن شاء الله رح نتابعها لنشوف يعني هيدي بدها قرار أكيد قرار بلدية لأن ما في إلا البلديات عندها يعني كأنه ما في بلدية يعني اعتبر إنه ما في بلدية. بدي أرجع أشوف القرارات الصادرة عن وزارة الصحة بموضوع الكلاب الشردة لنشوف وين موقع البلدية وشو مسؤولياتها. أهلا وسهلا فيك لأنه هذا قرار بيشمل كل الأراضي اللبنانية مش منطقة واحدة أو اثنين. اتصال آخر؟ قطع. في اتصال كمان. الو 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 اهلا بدنا نحكي مع البرنامج. ايه تفضل. تفضل. شو عندك؟ الو شو عندك تفضل. يعطيك العافيه. اهلا فيك. معك ناجي حجار من الشحيم. اهلا فيك استاذ ناجي. خمسة ست شهور بجرب بطلبي هذه اول مره بتعلق. منيح اللي علقت. ايه والله. تفضل. في عنا هالقصة زادت هالرسوم تبع المي تبع مصلحة مياه الباروك. نعم. زادوها السنة 50,000. شو السبب ما عرفناش. لقلك مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان كمان زادتها 50,000 وبس مياه بيروت وجبل لبنان قالت مشان مصادر المي تيقووا مصادر المي بالجنوب تجمدت ما هلا ما بالجنوب تجمدت مياه الجنوب تجمدت بالنسبه للباروك بالباروك مش هالقد
كله 50,000 كان من زيد صديقي، حتى 45,000 بس يمكن تيفي اب تجي. بس انا خليني اسال الباروك اذا كمان تقويت مصادر او باي سبب، يعني عرفت بدي اسال مياه الباروك ليه زادوها. ما بعرف اذا الباروك مستقله ولا تابع على مياه بيروت جبل، ما بعرف، بدي اسالك بهذا الموضوع. يمكن مصلحة بيروت وجبل لبنان لكن راح على الكل 50,000 لتقوية مصادر المي، هيدا هو سببها، هيدا هو السبب الرئيسي. باخد اتصال كمان. ألو ألو بونجور مدام. بونجور تفضلي. ألو بونجور مدام. بونجور كيفك؟ الحمد لله. مدام بدي أقول لك إجهم من شي 3 جماع اللي عنا على الحزمية وقالوا لنا يلي بده يشترك بإنترنت جديد قال بدهم يقووه، أور إنه هلا عم بيجوا بركبوا إنترنت بالحزمية. بس شو صار؟ نحن كنا أخذين تبع ال 40,000 وال 35,000 من أوجيرو، صارت الشغلة ضعيفة كتير كتير الخط عنا، ما بعرف شو عملوا هن يلي عم بيرقبوا نيلون انه ضعيف الخط عنا. ان احنا ما خصنا عم نركب اوجيرو بتكون يعني خففت من عنده القوه اللي عم بتركبي. هذا اللي عم بيصير مدام، اللي عم بتركبي اوجيرو مش اوجيرو، اوجيرو قال هن ما دقروا الخطوط تبعونا نحن، يعني قضيت انترنت حتى خفت، يلي بيكون خففها هي اوجيرو من عنده. خليني اسال مع اوجيرو بهذا موضوع الحزميه وبعطيك جواب. انا هلا ما عندي جواب. كمان اتصال. الو تفضل. الو بونجور مدام ربيكا. بونجور، يعطيك الف عافيه. اهلا، بدي ارجع ذكرك بخصوص النتيجه اللي عم نطالب فيها بخصوص المتقاعدين بالتعليم الاساسي والثانوي. لحد هلا بعد ما عرفنا النتيجه وصارت النتيجه كانها في خبر كان، يعني ما نعرف وين صارت، بأي مغارة، بأي سر، شو صاير بالبلد، شو عم بيصير فينا، لحد هلأ ما عرفنا. وصلنا عم نكرر الموضوع كذا مرة على وسائل الإعلام، يعني حلا بالمالية وزير المال يوضح للناس، يوضح للي قضوا حياتهم بالوظيفة مدة 40 و 45 سنة أقلوا، إنه يعرفوا شو السبب اللي انحرموا من هالزيادات هيدي. اوكي، بفتكر في القرار 18 يعني اذا بتذكر، وبعرف انه النقابات المعنيه هي عم بتتابع لكم قضيتكم خصوصا المتقاعدين، يعني الكل ناطر جواب، يعني اذا في شيء جديد. نعم تفضل. نحن بس مهمنا يوضحنا وزير الماليه، هذا اللي عم نطلبه، حتى ليش عم بيصير فيها تصادم ما بين النقابات وما بين انه نقدم بشكوى او نطلع على مجلس الشورى، باقله انه يوضحنا وزير المال، يعني يتعطف علينا ويطل ويقول شو السبب، ما يقول انه قبضوا كلهم. بعرف انه بعد في ناس مش قبضوا المرحله الثالثه، وفي ناس المرحله الثالثه قبضت لشيء، يعني صفر او شيء لا يذكر، يعني احنا صفر مدام ربيكا. بعرف نحن يعني نحن طلعنا صفر، واخذوا منا كمان ضريبه دخل زياده، كل واحد خصم عليه 40,000 مزبوط من المتقاعدين، وكل الادارات العامه وكل موظفين الدوله بالسلك العسكري وبالادارات العامه قبضوا الدفعه الثالثه الا نحن. لا في ناس بعد ما قبضت كمان، يعني لا مش الكل، في ناس كثير بعد ما قبضت. لقول لك من هيك نحن طرحناها وعلينا الصوت معكم ومع النقابات اللي هي كمان عم تتحرك اليوم باتجاه هالقضيه هي. بدأ توضيح على مستوى الكل. هذا الموضوع بدنا وضحنا يا خيي، أنا طلبت توضيحه. أهلا وسهلا فيك، فاصل ومنتابع. منتابع الحل عنا عبر الام تي في وباخد اتصال جديد. ألو ألو ألو. أهلا، يعطيك العافية. أهلين يا أخي، إن ملاحظة عندك، إنه يوم أسمي الأوقات، يوم لبيروت، يوم لصيدا، يوم لطرابلس، ما إنه بس جبال وجوني. لا ليه، أنا باخد من كل المناطق وكل يوم. خصصي إنه يوم هذا لبيروت. هلا حضرتك من وين عم تحكيني؟ ما أنا ما بقسم لبنان. اللي بشمال يقدر يتصل معك. دخبرك عم تفي التبي لكل لبنان، ما بس لجبال وجونة ومناطق. يا استاذ الشغل الثاني. ايه الشغل الثاني، نحن عبر هلا شكينا امرك لعليك،
شركة الإنترنت هي بتحوي على 450 موظف، وقلت يومتها بس تبيع. إجا مندوب عن العراق اللي الشركة إلى على العراق 4 مليون دولار، إلى على سوريا ولا على على ليبيا ولا كذا. الشركة من أنفلسة منحاول مع الجهات المختصة بحدا بيجيب، حاولنا مع فخامة الرئيس الجمهورية أتبرى أنه ما حفظ الشمال إلى زعامات غير زعامته، لم يمن الجهة. يا ستنا هيدي قضية الإنترنت قضية إنسانية، فيها 400-500 موظف، نص سميته، في أطفال، في أرامل، في شيوخ، شو لم يمن نحكي؟ ما في غير الله والأم بي سي. أم بي سي لازم تبزع نشاطه على كل الناس، يا من محافظة الشمال، يا من محافظة العكار، يعني حتى يتواصلوا معك. ليك صدقني هيدا البرنامج لكل الناس، ما انه مقسم ابدا، ونحن مريض بنتحشر فيكم بالاطراف. نحن بالام تي في مش لنا هيدا، لكم هيدا الشعار، مش بس شعار، هيدا واقع. بس انا بدي جاوبك، بدي جاوبك، نوصل للمريخ لا 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 يا خيي لا. اول شيء الفيسبوك عنا ناشط، وتاني شيء اذا ما قدرتوا لقطونا على الهواء على 24 ساعه في ماشين تتلقى، ونحن رجع نطلبكم. بس بقضيتكم من عده سنوات طرحت الموضوع بناء لطلب اللي عرفتوا انه في لجنه برئاسه المحامي موسى كلاس توفى. يتقلك انه انا من اي متى عم تبعها، من وقت الله يرحمه الاستاذ موسى كلاس، من بعد ما توفى الاستاذ موسى ما عدت عرفت مين استلمها او مين عم بديرها او مين تكلفها. وراسي يا ستنا، وراسي كمان بالتكليف، وراسي وراسي. طيب تعمل الطويل، بجوز انت ابنك بكره يجي محلي. طيب لاقول لك شغله، نحن رح نرجع نتواصل مع مكتب الاستاذ كلاس، بس بدي رقم تليفونه، ما عندي اياه صراحه، حتى نشوف شو صار. لانه انا بوقتها لما كنا عم نشتغل على الموضوع كانوا عم بشوف كيف بدهم يصرفوا هالانترنت يلي صار مرفوض عالميا، الأسبستوس، يعني لأنه في مادة الأسبستوس ما حدا بيأخدها. وقضية طوي بالي، أنت عم تحكي بشي وهو لك شيء تاني، بس ما عيدي، بس اشتبت الإنترنت ما إنترنت، في فيبر كلاس، في بلاستيك، في بطون، في ألف 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 معمل. بعدين إلى امتدادات بجميع أنحاء الدول العربية، ملاي أنت زميلتك 2 مليار، ما مزيد 10 مليون بوقتها الشركة 2 مليار. أنا اشتغلت بالسعودية يا ستنا، واشتغلت بمسقط عمان سنتين ونص، واشتغلت بليبيا. أملاك الشركة تغطي مساحة كل لبنان. أنا معك، بس بوقتها قالوا لي تيصرفوا ليصرفوهم بمصرياتهم، بيعطوا تعويض للناس اللي أنتوا يعني ناطرين من زمان. هذا كان جوابهم بوقتها. بوقتها كان بيئياً ما حدا بيخدهم، حتى وجودهم على الطريق العام يؤثر سلبا على أولاد المنطقة. تقلك أنا وين وصلت فيها، وصلت لهون، هلأ عم نرجع تطلبها مني من جديد. نحن هنرجع نشوف هلأ أني إذا هيدي القضية عم تقول عندهم مطارح تاني وعندهم إشياء تاني، موارد تاني، يستعملوا هيديك الموارد ويسكروا حسابات الناس وتعويضات الناس. معك حق، يعني معك حق، هيدا حق لألكم لل450 موظف. ما فينا ننطر نبيع شغلة مش مرغوبة لا عالميا ولا بيئيا ولا لبنانيا. معك حق، خليني اشوف هلا مع المكلف بهيدي القضية لنشوف وين وصل مع الإدارة، مع شو. باخذ اتصال. الو، ان شاء الله يكون مش من بيروت. الو الو، بونجور مدام ربيكا. بونجور، تفضلي. يعطيك العافية مدام ربيكا. اهلا. وحيزك أنا معلمة بوزارة التربية صار 40 سنة. نعم. مؤخرا أصبت بكانسر مرتين، وعملت عملية قلب مفتوح بكلوة واحدة. تقدمت باستقالتي من الوزارة، تقدمت باستقالتي من التعليم بشهر 1/2019. نعم. انمضت من وزير المال بشهر 3/2019. نعم. خلصت كل شيء وراحت على مجلس الوزراء. نعم. صار 7 أشهر بمجلس الوزراء. هلا مشان قانون الاستقالات منعت الاستقالات بشهر 7/2019، انا اصلا ممضيه من شهر 3، قدمتها بشهر 1 ونمضت بشهر 3. يعني انت المفروض يكون المفروض صرف التعويض تبعك يكون حاضر، ما هيك؟ بما انه انمضت من وزير الماليه يعني جاهز. نعم، عارفه شيء رقم المعامله بالوزاره؟ نعم.
رقم المعاملة لحظة صغيرة يمكن 200 تأكدي بس لأني مسجلتها هون على الورقة. نعم. إيه بالمالية كانت 291 بعتقد على 11 تاريخ في تاريخ؟ إيه ليك بس لحظة صغيرة بس لأنه هون معي إياها بالورقة تسجيل الورقة بس بدي أعرف فيها إيه رقم 1295 على 11 هيدا رقمه إيه تاريخ 7/3/2019 هيدي بالمالية بالمالية أوكي طيب نحن رح نشوف مع المالية شو وضعه ونجاوبك إيه إنه ليش صار 7 أشهر بالمجلس الوزراء أوكي يعني... أوكي أهلا فيك صورة اليوم نشوفها سوا هيدي الصورة وصلت لي صراحة اليوم قبل بس كنا عم نحضر البرنامج أهالي منطقة الهيكلية بالكورة بيشتكوا من تسمم مياه الشفا مما أدى إلى دخول عدد من النساء والأطفال إلى المستشفى وبيناشدوا المعنيين بالتدخل لحل مشكلة المي بعد عدم تجاوب البلدية لأكثر من أسبوع من شكاوى الأهالي أنا وصلت لي هيك أنا تواصلت مع بلدية راس مسعى يلي تابعة لها الهيكلية بس ما قدرت حكيت مع رئيس البلدية الأستاذ سيمو نخول وحاولت اتصل فيه على الموبايل قالوا لي مكتبه ببيروت ما في عنده إرسال جانا تواصلنا مع حدا بيشتغل معه قالوا لنا بجاوبكن اللي عرفته بمعلومات أولية إنه إجت لجنة من الأهالي على البلدية واجتمعوا مع الرئيس وقالوا لهم شو الطريقة الصحيحة ظاهر في بير هن بيطلع يعني المي من هذا البير يعني بعتون على وزارة صحة لأنه البلدية مش معنية بالموضوع أنا هيدي المعلومات الأولية يلي وصلت لي ولكن أنا بعد لي بانتظار رئيس البلدية الأستاذ سيمون نخور رئيس بلدية راس مسعى قال لي الهيكلية راس مسعى يلي البلدية يعني الهيكلية تابعة له بالكورة حتى أعرف مزبوط شو صار مع الأهالي ومع اللجنة لأنه عرفت أنه ظهروا من عنده مرتاحين بس من بعد ما ظهروا وصلت لي هي إن شاء الله بس يكون عندي جواب أنا بعطيكم إياه وبنلتقى بكرة إلى اللقاء